الحمد لله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية بأمر الله. بأمرك يا رب نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. جايين النهاردة نعمل ايه؟ صينية شيش طاووق، يا فخاد الفراخ، يا تنفع تتعمل بالصدور برضك، بس انا ايه جايبة في ايه؟ فخاد فراخ زي ما انتوا ايه شايفينها ايه كده بأمر الله، ومقطعينها بالشكل دوت بأمر الله. معانا هنا كيلو ونص. طبعا احنا انت حسب الكميه اللي انت بتعمليها بتقللي، طبعا مثلا كميه بتقللي الايه الحاجات اللي معانا بامر الله، الخضار اللي معانا. انا معايا بصلتين ايه متقطعين طرنشات زي ما انتم شايفين، معايا فلفل الوان احمر واخضر واصفر زي ما انتم شايفين مقطعها كبير كده علشان خاطر ما يتريش معانا واحنا بنعمل ايه الصينيه. ونفس الطماطم، اتنين طماطم قطعين كبير بالمنظر دوت، عصيرتين ليمون، جنزبيل فريش نص معلقه بردك، نص معلقه ثوم فريش، زبادي هناخد منه ايه دلوقتي للبردك للخلطه. معانا هناخد معلقتين ايه صلصه، معلقه كاتشب، وهنا بقى التوابل بامر الله. معايا معلقه بابريكا، معلقه ملح، معلقه سكر، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، نص بهارات فراخ، نص معلقه صغيره زعتر، نص معلقه كزبره، نص كاري بامرك يا رب. وهو دي المقادير ايه بتاعتنا، وبهارات فراخ بامرك يا رب انا قلتها، وزعتر ونص معلقه زعتر، ومعلقتين زيت. ده للخلطه بتاعتنا بامر الله. نبدا بامرك يا ربي الخلطه بتاعتنا، هنعملها بامر الله. هنحط الاول بامرك يا ربي الايه الزبادي، هنحط عليه دلوقتي عصره الليمونه علشان ندوبهم ايه ندوبها فيه بامر الله، علشان ما يت ايه ما يتقطعش مننا ويكتف. لازم ندودها كده علشان ما يكتلش ايه معانا ويقطع في التتبيله. نحط معلقه ايه معلقه الكاتشب، كله التتبيله هتتحطي ايه بامر الله على ايه على بعض كله بامرك يا رب. ودي معلقه سكر عشان بتكرمل معانا الايه واحنا بنشوحها بتدينا كرمله الفريخ، وده الثوم والجنزبيل. امرك يا رب. هنجيب معلقه ناخد بيها الصلصه، خدنا معلقه معلقه ونص ايه صلصه زي ما انتوا كده شايفين بامر الله. هنحط معلقتين الزيت اللي قلنا عليهم، هنقلب كويس عشان هنحط فيها الايه الفراخ. الفراخ دي بتتحط ممكن في التلاجة لو انت هتعمليها، ممكن تسيبيها ايه اقل حاجة ساعتين بصراحة ثلاثة، وممكن تبقيتيها في الايه في التلاجة من بالليل، كل ما تقعد في التتبيلة بصراحة بتبقى ايه طعمها احلى بامرك يا رب. زي ما انتوا شايفين كده اهو، هناخد الايه الفراخ ننزلها في الايه في التتبيلة. حلوة. أنا دلوقتي قلبتها تقليبة كويسة بإيدي مش بالمعلقة علشان كل اللحم بتاع الفراخ يتشرب من إيه من التتبيلة. أنا دلوقتي هاخدها بأمرك يا ربي هعملها إيه على طول عشان اختصارا للإيه للوقت،
لكن انتوا عايزين تحبيه انت حطوها في التلاجة ساعتين بيبقى افضل بصراحة. ساعتين تبيتيها في التتبيلة من بالليل برضك ايه حاجة ترجع لك. جبنا صينية بأمر الله فيها ايه معلقة زيت او معلقتين زيت ومعلقة ايه زبدة معلقة سمنة برضك دي حاجة ايه ترجع لك. الحاجات دي برضك كتيرة قليلة انت وايه انتوا يعني مالك عايزه تحطي كتير عايزه تحطي قليل. في ناس ما بتحبش الايه الدسمه كتير احنا بنحبها. هنسيبها بقى تسخن هي والايه والزبده والزيت مع بعض. هتحطي ايه الزبده والسمنه نسخنها يعني ايه علشان لما ننزل بالفراخ تاخد طبيعتها. نزل بقى حبه ايه حبه كده طبعا نزلي التسبيك بتاعها اللي احنا متبلينه ايه بيها وهسيبها برضك عشان يتشرب ايه معاها في نفس الوقت بيستوي معاها عشان انا عايزه برضك اشوحها تشويحه ايه واحده قبل ما احط كل التوابل بتاعتها الحاجات بتاعتها البصل والحاجات دي بامر الله. نزل ايه التسبيك هننزل بقى نحط بالايه بالبصل البصلتين اللي هم كبار علشان خاطر انا عامله ايه ما شاء الله ونص برضك هن ايه هنشوحهم معاها. امرك يا ربي الكبار هو الفلفل برضك هنجيبه تشويحتين وهنحط بعد كده اخر حاجه بنحطها الطماطم. دلوقتي بالايه بالطماطم دلوقتي كده زي ما انتوا شايفينها ما فيهاش ايه ما فيهاش ميه او ما فيهاش صوص فانا عايزه ايه اخلي فيها ايه صوص عشان هعمل جنبها شويه رز بسمتي بأمرك يا رب. مخليه معايا حبه صوص من اللي انا ايه كنت عاملاهم بشربهم ايه بيها بدل الميه. انت بقى عايزه تعملي حبه ميه براحتك برضه اهو بس كده وهغطي عليها لغايه ما تستوي. وبعد ما بتستوي انا بحطها بصراحه تحت الشوايه 10 دقائق ربع ساعه بتاخد بس وش ومعاها ايه ومعاها معلقتين زيت. انا بحب دايما بحط بصراحه زيت مع الزبده للرز عشان بايه بيفلفله وبيديله ايه لمعان. ده معانا هنحط ايه معانا اهو التوابل بتاعت ايه ايه رز البسمتي من الليمون او القرفه ورقتين ايه لورا ودول قرنفل كان حبه قرنفل وحبهان بامر الله. هنشوحهم كده عشان الزبده تطلع في الايه؟ السمنه بتاعتنا او الزبده بتاعتنا. امر الله. شوحوا معانا اهو شوحناها شويه بامرك يا رب. هننزل بايه؟ بالرز. ده نص كيلو رز بسمتي. رز هندي. النوع بتاعه مش الابيض لا الاصفر دوت بيبقى لانه كذا نوع مش نوع واحد. هنشوحوا ايه مع بعضنا كده شوحوا تشويحه حلوه عشان ياخد ايه طعم الايه الزبده والزيت والتوابل اللي هي فيه. احنا شوحنا تشويحه حلوه كده بقى مع التوابل. هنحط معلقه ايه معلقه كركم نص معلقه فلفل اسود معانا نص معلقه بهارات بهارات العاديه بهارات الكبسه
دلوقتي ايه نقلب كده ونقوم ايه نجيب الكاتوحه اللي تحت. اللي ناقصنا دلوقتي هو الملح. الملح بتاعه هنكون كده متغيرين. الملح دوت على حسب رغبتك. نحط له ميته ونحط الايه الفرق بتاعه. لو محتاج ملح بنحطه. نجيب الميه بتاعته. انتوا عارفين ان الرز البسمتي طبعا ياخد اكتر من الرز الايه ميته اكتر من الرز الايه المصري. بسم الله. زي ما انتوا شايفين كده الميه ايه مغطيه. الرز البسمتي الكوبايه منه بتعوز ايه كوبايتين ميه او كوبايه ونص بصراحه ميه. انا مش بنقعه انا بغسله واحطه على طول. هنسيبه ايه يشرب وبعد ما يشرب هنوطي ايه عليه. كده الشرب اهو بامر الله. هنوطي ايه عليه هنوديه على العين الايه الصغير بامر الله عشان يكمل سواه. نشوفه وامرك يا رب يستوى ايه معانا. اهو حلو ومفلفل زي الفل بأمر الله على الغرف. هنغرف بقى بأمر الله بأمرك يا رب. ودي الصينية بعد ما طلعتها حطيتها ايه ربع ساعة تحت الشواية بأمر الله بعد ما عملتها فوق على البوتاجاز ومخليها فيها سوس مش عارف عن ليه. وده بأمرك يا رب الشكل النهائي ليه ايه لصينية الفراخ اللي هي بالوراك بتاعت الفراخ. وزي ما انتم شايفين بيبقى فيها ايه سوس علشان خواتي لو عملتي شويه رز بشعريه شويه رز بسمتي مكرونه محمره ايه اللي انت عايزاه. دي حاجه بردك حريه شخصيه. ويا ريت ما تنسونيش بالاشتراك واللايك يا حبايبي. واسيبكم في رعايه الله.